حماء الأصنام الحمد لله اهتدوا وجاءوا بالأصنام لتحرق، كل حمل صنمه وجاء به. هذا أفضل يوم طلعت فيه الشمس على هذه القرية حيث جمعوا أصنامهم، وزعماء الأصنام هؤلاء سيعيدون نطق الشهادة بعد اللقاء الخاص به. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا اجعلهم يحرقون هذه الشياطين. الله أكبر الله أكبر. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. في محفل كبير تخلصت القرية الكريمة من أصنامها وأسلموا جميعا والحمد لله رب العالمين في هذا اليوم الطيب، يوم 12 من شهر جماد الآخرة سنة 43,400.